الاسم نواف محمد الهندي وان شاء الله انا بعد 10 سنين I see myself ان شاء الله finishing all my studies having my wife and kids and like that's mostly it. That's what I want my future to be like and اكون sustained or stable or I won't be in a lot of financial problems. That's all I want. هاي أنا سارة أنا طالبة ب ACK أدرس بزنس إن شاء الله بعد after 10 years I wanna be a successful business woman I wanna help poor people and hunger in the world إن شاء الله يعني أساعد الناس و gonna be successful business woman. السلام عليكم أنا اسمي حسين عاصي أنا طالب الكلية الإسرائيلية أدرس هندسة ميكانيك. من هني لعشر سنين أنا أبي بس أتخرج أخذ الدكتوراه وأفتح لي جراج وأتخصص بالسيارات صراحة بس هذا اللي أبي. مساء الخير معاكم مشعل الشمري طالب كلية الأسترالية طالب هندسة ميكانيكية أشوف نفسي بعد عشر سنين إن شاء الله مالك بنك كبير ومصنع طيران داخل الكويت. بس I see myself owning my own business and like competing in Kuwait basically and being the top one of the top people in it. Hi, I'm Mohammed Boland and hopefully one day in 10 years time I'll get to release my own shoe designs. Yeah, and that's about it. Hi, my name is Ahmed Deshti and in 10 years hopefully I see myself as a business manager. السلام عليكم معكم لولو العجمي من الكلية الأسترالية طالبة أويل أند غاز عقب 10 سنين إن شاء الله ودي أشوف الكويت بشكل وايد أحسن وإن شاء الله نفيد الكويت عن طريق النفط بوايد مجالات ونلقى مصادر وايد أكبر نطور الكويت والشعب الكويتي إن شاء الله يرتاح. Hi, my name is Salman Al Nasser. I'm a student at ACK and I hope I finish my bachelor's degree here and serve my country in working the Kuwait Airways. Hey, my name is Hassan Hussein Al Rahim. I'm a student at ACK. I hope that I finish my degree in my next 3 years so I can achieve my goal and have my own restaurant in the next 10 years. أنا اسمي كرم الأيوب عيسى من الكلية الأسترالية إن شاء الله بعد 10 سنين راح أكون عم بكتب أول كتاب لإلي وراح أنشره بالكويت وبرا الكويت باللغتين عربي وإنجليزي إن شاء الله يكون حلو وراح أكون كمل دراستي الماجستير بزنس وبتخصص كمان لغة عربية وإنجليش إذا كان في وقت. Hi, my name is يسرى عادل الألفي أنا في الكلية الأسترالية بدرس بزنس وخلال 10 سنين أنا ناوية أشتغل بعد الماجستير طبعا ناوية أشتغل في السلك الدبلوماسي بس في مصر أو مالتي أو لو ده ما تحققش يعني أنا بفكر إن أنا أشتغل في أي مالتي ناشونال كومباني تبع أي أدفرتايزنج. 1 2 3 Hi, I'm Khadir from Kuwait. I'm studying petroleum engineer. I think I will be after 10 years ago. I finished my study and I will work in KMBC. First, I will work by my degree, Bachelor of Baccalaureate. So after that, I will improve in my work and get like a high level in the work. So I think I will be a good thing and high goals. السلام عليكم معكم وليد الانصاري طالب هندسه مدنيه في الكليه الاستراليه ان شاء الله يعني بعد 10 سنين يكون قطعنا شوط كافي ومرضي للطموح ويكون دافع معنوي للشباب الباجي ان شاء الله والتوفيق اجمعين ان شاء الله. مرحبا محمد ظاهر طالب هندسه مدنيه في الكليه الاستراليه ان شاء الله بعد 10 سنين بشوف حالي ان شاء الله ماخذ الماسترز والدكتوراه علشان اشتغل باي سي كي ان شاء الله كدكتور وان شاء الله يكون عندنا الخبره الكافيه لنشتغل بهالمجال ونعلم الطلبه. موفقين. السلام عليكم معكم جراح مطيري من الكلية الأسترالية تخصص ماركتينج وإن شاء الله بعد 10 سنين راح يكون عندي من أكبر شركات ماركتينج بالكويت.